ولكافة الوافدين الآخرين الذين اتخذوا من الإمارات موطنا لهم، وأود أن أتقدم بأحر التعازي، وينضم إلي السفير الهندي، أود أن أتقدم بالتعازي إلى هذا العمل الإرهابي، وهما مواطنان هنديان ومواطن باكستاني، وأننا ندرك أنهم قد مر على وجودهم في دولة الإمارات ما يقرب من 5 أعوام، وأحدهم كان والدا لطفل يبلغ من العمر 15 عاما، ومنصور خان وهو والد باكستاني وهو عضو في مجتمعنا لمدة 2 عقدين من الزمن، فإن حياتهم مهمة بالنسبة لنا وللجميع هنا. اليوم المجلس تحدث بصوت واحد عن هذا العدوان المروع من قبل الحوثي وإطلاقه لتلك الصواريخ والتكنولوجيات الأخرى، وهذا ما يشكل تهديدا واضحا للأسرة الدولية بأسرها. وبما أن الحوثيين قد اعترفوا بمسؤوليتهم عن هذا الحادث، فلا بد من محاسبتهم. إن البيانات التي سمعناها اليوم تدل على أنه لا بد من وجود إجراءات دولية من أجل محاسبة الحوثيين، ولقد شعرنا بالحماس لأن المجلس قد انضم إليه أكثر من 100 دولة ومنظمة أخرى في إدانة الأعمال الإرهابية الحوثية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسوف يطلع المجلس بهذا هذه المسألة. دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على حقها للدفاع عن سيادتها وشعبها وطريقة حياتها، حالها حال كافة الدول الأخرى. هذا الاجتماع وتلك التصريحات هي إشارة واضحة على المشاغل التي تجوب في بال الأسرة الدولية، ولا سيما بأن هناك أكثر من مئات الآلاف من المسافرين الذين يصلون إلى مطار أبو ظبي في أثناء رحلتهم. هذا الهجوم لا يخص فقط المواطنين الإماراتيين، بل يخص كافة أعضاء أسرة الأمم المتحدة، ومن الضرورة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن أن يحاسب مجموعات الحوثيين عن تلك الهجمات، وما قمنا به اليوم قد يشكل خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف. تحدثتم سعادة السفيرة عن حق بلدكم في الدفاع عن نفسكم. شكرا لكونكم معنا. I'm actually for the Arab media here going to read my statement afterwards. Thank you. بالنسبة لوكالات الإعلام العربية سوف أتلو عليها هذا البيان باللغة العربية. هل لدينا أي وكالات إعلامية عربية؟ أشكر النرويج رئيس المجلس لهذا الشهر على عقد اجتماع اليوم وإلقاء البيان الصحفي الذي تم اعتماده من قبل المجلس بالإجماع. لقد طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع اليوم عقب الهجمات الإرهابية الآثمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد بلادي، والتي قتلت 3 أشخاص وجرحت 6 آخرين جميعهم مدنيين. إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواطنيها وللملايين من السكان الذين جاءوا من كافة أنحاء العالم ليتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم. لذلك وقبل ذكر أي شيء آخر، أود أن أعرب عن خالص عزائنا ومواساتنا لعائلات وحكومات الضحايا، وهم مواطنين هنديين وآخر باكستاني، هارديب سينغ منصور خان. لقد تحدث المجلس اليوم بصوت واحد بأن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين وانتشار استخدام الصواريخ وغيرها من التكنولوجيا التي مكنت من شن هذا الهجوم الإرهابي يشكلون تهديداً واضحاً ضد المجتمع الدولي بأكمله، ولكون الحوثيين أنفسهم قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات فلا يوجد أي شك حول من يجب محاسبتهم. لقد وضح المجلس من خلال بيان اليوم أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود الدولية للرد على تهديد الحوثيين ومساءلاتهم على أفعالهم، وما يشجعنا بشدة هو أن كل أعضاء المجلس
بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية قد دانوا بشدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبها الحوثيون في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وعليه لقد طلبنا أن تظل هذه المسألة قيد النظر في المجلس. ومثل أي دولة أخرى تؤكد دولة الإمارات على حقها السيادي في الدفاع عن نفسها وشعبها وأسلوبها في الحياة كما تفعل أي دولة أخرى. إن هذه الجلسة وهذا البيان يعدان مؤشراً واضحاً على القلق الذي يساور المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات، إذ هناك أكثر من 200 جنسية تعتبر دولة الإمارات وطنها، كما يمر يومياً أكثر من 60,000 مسافر ترانزيت عبر مطار أبوظبي الدولي، والذي كان أحد المنشآت التي استهدفها الحوثيون لذلك. فإن هذا الهجوم الإرهابي لا يهدد حياتنا كإماراتيين فحسب، بل أيضاً حياة مواطني كل دولة عضو في الأمم المتحدة. من الضروري أن يقوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على ارتكابها لهذه الجرائم ومنع ارتكاب أعمال فظيعة في المستقبل. والبيان الذي اعتمد اليوم هو خطوة هامة تجاه هذه الغاية، وشكراً. هل هذا يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف سوف يفعلون ذلك، ولا سيما بأن البعض يقول بأنه قد يكون بعض الناس يجادلون بهذا الأمر؟ شكرا جيمس على هذا السؤال. لقد قدمت عرضا للتو لمجلس الأمن، وأننا سوف نشاطر تفاصيلا معكم في الوقت المناسب اليوم. هذه التفاصيل سوف تتحدث عن مصدر تلك الهجمة من اليمن وأين استهدفت في أبوظبي، وتظهر أن صنعاء وأماكن أخرى قد تكون وهي المصدر لتلك الصواريخ، صواريخ كروز وصواريخ باليستية التي تم إطلاقها بصورة عشوائية على بلادي من أجل استهداف العدد الأكبر من المدنيين والبنى التحتية. لكن الإمارات العربية المتحدة قادرة على الدفاع عن نفسها، وسوف تدافع على نفسها من أي انتهاكات للقانون الدولي وأي انتهاكات لتطال سيادتها أو تطال شعبها والمقيمين على أرضها. وأود أن أوضح بصورة جلية هنا أن الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة هو هجوم يشكل انتهاكا لكافة القوانين الدولية، انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي ذات الوقت فهذا لا يعني بأننا لا نؤيد مبعوث الأمم المتحدة لليمن ولتحقيق الازدهار والسلام للشعب اليمني. لقد أمضينا سنوات طويلة في دعم تلك الجهود وماضون في فعل ذلك. دفاعكم بموجب القانون يجب أن يكون نسبياً، وفي المجلس يتحدثون بأن الهجوم الذي قد تم في صنعاء غير مقبول. ما سمعتموه اليوم وفي عقاب جلسة المجلس أن الإدانة الجماعية التي تمت من قبل المجلس أمن ضد الهجوم الذي طال دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الهجوم الإرهابي، ولهذا السبب. لكن الرد يجب أن يكون نسبيا. أود أن أحيلك إلى بيان التحالف بهذا الشأن، لكن التحالف يتقيد بالقانون الدولي وبالرد المتناسب في كافة عملياته العسكرية. شكرا جزيلا. ليس سرا بأن إيران تمول الحوثيين. لا يوجد لدينا أي تحديث حول السفينة، سوف نقدم لكم المعلومات في الوقت المناسب. شكرا جزيلا. شكرا جيمس.